backward chaining أو التسلسل العكسي. بس قبل ما نتكلم على التسلسل العكسي عايزة أتكلم شوية بس على تحليل المهمة وعلى chain behavior أو السلوكيات اللي هي فيها تسلسل. إحنا في بعض السلوكيات بتبقى شوية complicated وبتبقى معقدة شوية، فمحتاجين إن إحنا نقسمها إلى خطوات بسيطة عشان نقدر إن إحنا نعلمها للليرنر اللي إحنا بنشتغل معاه. زي مثلا مثال سلوك غسيل الأسنان، سلوك غسيل الوش، مثلا لو حد كبير شوية أنت عايز محتاج تعلمه إزاي يعمل كوفي، محتاج مثلا أنه هو ياخد شاور لوحده. كل الحاجات دي أنت هي عبارة عن ده السلوك الكبير مثلا غسيل الأسنان، لكن أنت محتاج أن أنت تقسمه إلى خطوات بسيطة عشان تقدر تعلم الليرنر بتاعك. يعني سلوك زي غسيل الأسنان محتاج الليرنر أنه هو يقف قدام الحوض، ومحتاج أنه هو بياخد فرشة السنان وبعد كده ياخد معجون السنان ويفتح المعجون ويحط المعجون السنان فوق الفرشة ويبتدي أنه هو يفتح الحنفية ويبل الفرشة وبعد كده يغسل سنانه وبعد كده يتمضمض وبعد كده يقفل الحنفية ويرجع الفرشة مكانها ويرجع المعجون مكانه. فكل الخطوات دي خطوات طويلة ومعقدة جدا، وممكن تبقى بالنسبة للأولاد اللي عندهم autism it's very complicated، فعشان كده محتاجين ان احنا نقسمها الى خطوات ونبتدي نشوف الخطوات اللي الطفل بيقدر يعرف يعملها واللي ما بيعرفش يعملها ونبتدي we can teach him ونعلم. طيب ده بالنسبة لتحليل المهمة. طب انت عملت دلوقتي تحليل المهمة وقسمت الخطوات بتاعت غسيل الأسنان او ان هو يعمل ساندوتش لنفسه او whatever على حسب السلوك اللي انت بتشتغل معه. طيب بعد ما عملت تحليل المهمة هتعمل ايه؟ عندنا في الـ ABA ثلاثة من الطرق اللي احنا ممكن نستخدمه عشان نقدر ان احنا نعلم الطفل سلوك زي ده. من ضمنهم الباكورد تشيننج اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة اللي هو التسلسل العكسي. يعني مثلا لو احنا ناخد مثال زي ان انت بتعلم الليرنر بتاعك ان هو يعمل الساندوتش، عشان تبتدي من الاخر الاول لان هو اسمه العكسي باكورد تشيننج، فانت دلوقتي هنفترض مثلا ان انت عندك خمس خطوات. بعد ما عملت تحليل المهمة لقيت ان انت قسمتها الى خمس خطوات. اول خطوة مثلا ان انت جمعت كل المكونات بتاعة الساندويتش، السكينة والطبق والجبنة والعيش، وبعد كده تاني خطوة بتدي تحط الجبنة في التوست، بعد كده مثلا تالت خطوة بقيت جبت التوست التاني وحطيته فوق التوست الاولاني، وبعد كده مثلا رابع خطوة جبت السكينة وقطعت نصين، وبعد كده خامس خطوة الاكل الساندويتش. يعني في الحالة دي الأخصائي هيعمل من الخطوة الأولى للخطوة الرابعة والخطوة الأخيرة خالص الخامسة الطفل هو اللي هيعملها وهي أكل الساندويتش which is المعزز اللي احنا اللي هو عايزه. بعد كده بعد ما الليرنر بتاعك أتقن الموضوع ده وجربته معاه كذا مرة على مدار كذا سيشن أو كذا يوم أو whatever على حسب طبعا قدرة الليرنر بتاعك، هتبتدي إن أنت الأخصائي يعمل هو بنفسه يعمل من الخطوة الأولى للتالتة، والليرنر بتاعك يعمل من الخطوة الرابعة والخامسة، وبعد ما يعمل الرابعة والخامسة بياخد المعزز. طبعا في حالة الساندويتش الساندويتش هو المعزز most probably. بعد كده أتقن الخطوتين دول، المرحلة اللي بعدها الأخصائي هيعمل الخطوة الأولى والتانية فقط، والليرنر هيعمل الخطوة الرابعة والخامسة التالتة والرابعة والخامسة أوكي، وبعد كده وهكذا لغايه لما الليرنر بتاعك هيعمل الخطوات كلها من الاولى للخامسه اندبندنتلي باستقلالي. طب افرض وانت بتشتغل الليرنر ما عرفش خطوه من الخطوات او ما عرفش الخطوه دي، هتبتدي تعلم هتعلمها له وهتبرومت هتساعده وهتدي له ان هو المعزز اوكي، حتى لو بمساعده بس بس انت يعني هتدي له مساعده في الاول بعد كده هتخليه يعملها اندبندنتلي، بس انت هتساعده حتى لو هو ما عرفش اوكي. يعني مثال مثلا لو احنا افترضنا ان اللعبه دي كلكم طبعا عارفين اللعبه دي، عشان هي لازم تتعمل بطريقه متسلسله، ما ينفعش نحط الحمره تحت او الاورنج تحت، لا لازم تبقى عشان تطلع بالشكل ده لازم تحطها بطريقه متسلسله. في حاجه زي كده اللي بيحصل هنا ايه، ان الاخصائي هو بيحط الاربعه دول كلهم وبعد كده الليرنر هو بيحط دي بس في الباكورد تشين، اتقنها كويس قوي. ايه اللي بيحصل بعد كده؟ الاخصائي بيحط دول بس طبعا مش بيحطهم بالطريقه دي، يعني بيحط واحده واحده ديفينتلي كده، وبعد كده الطفل بيحط الاثنين الخطوه القبل الاخيره والقبل الاخيره، بعد كده تدي له المعزز. الخطوه اللي بعد كده الاخصائي بيحط الاثنين دول وبعد كده دي، بعد كده الليرنر بيعمل بيحط الثالثه والرابعه والخامسه وهكذا لغايه لما الليرنر بتاعك يعمل من الخطوه الاولى للخمسه كلها اوكي. وده كان الباكورد تشيننج.